فحساب حمزة مومبيبي ورط مشاهير كتر، من بينهم البلوجر الشهيرة سكينة غلامور وآخرون حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين. ضجة واكتضاد بعد يوم طويل من المرافعات التي وصفت بالقوية من دفاع كلا الطرفين. الجلسة هي جلسة ماراثونية. صدرت الأحكام أخيرا، فأعلن على الحكم بالسجن مدة سنتين وعشرة ألاف درهم غرامة في حق كل من البلوغر سكينة كلامور، المراسل الصحفي سيمو ظاهر، وعدنان الملقب بمول فيراري، بتهم تتعلق بجناح النصب والتهديد ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإنشاء أمور شائنة والتصريح ببراءة منها وتهم أخرى. وتقول المحامية دنيا خليف حول هذا الحكم: يعتبر هذا الحكم عمل قضائي سيمكن ضحايا جرائم إلكترونية من الاستناد إليه في حالة تعرضهم لمثل هذه الجرائم المعلوماتية. وهذا ما أكده أيضا محامو المتهمين، وتم استئناف الحكم للمراسل الصحفي حسب بعض المصادر. المسألة ترجع للقضاء. ومحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان كشف أن النيابة العامة وضعت سك الاستئناف في القضية. المتهمين ثلاث خبرة ديال الضابطة قضائية بدات بالملموس التورط ديالهم في هذا الموقع حفزة مومبي. شقيقة غلامور نشرت ستوري بعد الحكم وكتبت: حسبنا الله ونعم الوكيل. فغلامور في تصريحاتها دائما ما كانت تفتخر بصداقتها مع مسير الحساب. حفزة مومبي راه كاين غير حدانا غير في مراكش غير حدانا. سكينة غلامور هي صاحبة حمزة مومبي، أكثر من هذا الشيء ما بغيتوش تفهموه. وانتشر فيديو لها مع عايشة عياش المتهمة أيضا، ولكنها مختفية، وذلك حينما حضروا إحدى حفلات دنيا بطمة. فربما لم يكونوا على علم أن حياتهم ستأخذ منحى آخر.